إن الله ترسه هو التقية، هو ترس الله. وبالتالي حتى رسولكم يقول وأمتكم تقول بأن دفاع الله عن نفسه هو بالكذب. ولهذا نرى القرآن يقول بأن الله قد شبه بالمسيح شخص يشبهه فدافع عنه بهذه الطريقة. وبالتالي فإن الله في القرآن غشاش. المسيح نهانا على أن حتى نقسم، إما أن نقول نعم نعم أو نقول لا لا. أما رسولكم وقرآنكم فأجاز لكم الكذب في ثلاث، للزوجة وللعائلة وللأصدقاء وللأعداء. فأنا أسألك من بقى؟ لم يبقى أحد. أما أنت تقول عائشة رضي الله عنها، أنا أتساءل وتعجب، هناك آلاف التسجيلات للشيخ الشيرازي وغيرهم، وحتى الخميني الذي قال في كتابه في تحرير الوسيلة الصفحة 241 يجوز التمتع بالرضيعة، حتى الرضيعة رخصتم بها بالتمتع جنسيا وتقولون أن هذا كتاب عند الله. حتى الحيوانات لن تقبل أن تفعل ما يفعل به رسول الله الذي تقول أنه رسول. تمتع برضيعة عمرها يوم واحد، وهذا في كلام الخميني. وأنا أتحداك أن تدين كلام الخميني وتقول أن الخميني ليس بمسلم، بل أنك تدافع عنه وتدافع عن إيران وكأنك إيراني. شكرا أخ كريشن، وقتك قد انتهى. فضيلة الشيخ تفضل رد على الأخ كريشن. أخذ الوقت هذا العميل الصهيوني، أخذ الوقت هذا الكافر. عندك ثلاث دقائق تفضل. طيب يا أخي، أقسم بالله أن هذا عميل صهيوني، وأنا لا أتشرف باللقاء والمناظرة مع عميل صهيوني. إنه يكره عيسى، إنه يكره التوراة والإنجيل، لأنه يسيء إلى المسيحية بهذا الأسلوب، يسيء إلى الله بهذا الأسلوب ويتهجم. يا أخي نحن نريد أن نتعاون مع المسيح ومع أتباع عيسى بن مريم، لأن ديننا هو دين مكمل لدينكم، وهنالك أواصر والتقاءات. أنت تريد أن تشحن العداء والبغضاء، ولا يعمل ذلك إلا الصهاينة الذين يريدون أن يوقعوا العداوة بين أمريكا وإيران، بين المسلمين وبين المسيحيين، وهذا دورك أنت الآن تقوم به. والله أنك عميل صهيوني، والله أنك مدفوع من قبل الصهاينة، والله أنك تدافع عن الصهاينة وتريد أن توقع العداوة بين المسيح والإسلام لأنهم أكبر الأديان. أنك صهيوني تريد أن تشحن الحرب وتشحن البغضاء بين المسلمين وبين المسيحيين. ونحن في العراق، والله أنا كنت في جامعة بغداد أذهب إلى الكنائس وأدعو لهم، ويأتون معي إلى حضرة الإمام الكاظم عليه السلام ويصلون معي، وكنا ولا نزال نعيش سوية. لكن من أمثالك العملاء الصهاينة الذين يريدون أن يزرعوا البغضاء ويشيعوا الفحشاء بين الناس. أنتم لا تستحقون هذه الفرصة لأنكم تلوثون اسم المسيحية. أنت بالذات أيها العميل الصهيوني تلوث سمعة المسيحية، تلوث سمعة عيسى بن مريم، تلوث سمعة العذراء سلام الله عليها. لذلك أنا لا كنت أعلم بأن المستوى بهذا الضحالة، وأن الذي معي بهذا المستوى. أنا أتنصل وأنا أتسامى عن مثل هذا اللقاء مع مثلك أيها الصهيوني العميل الذي تريد أن توقع العداوة بين المسلمين وبين المسيحيين. والله أسأل الله أن يستيقظ أخواني المسيحيون وأن يرفضوا من أمثالك The Christian Zionist الذين لا يحبون إلا الحرب ولا يحبون إلا الدماء. ومع ذلك أقول لك أن الدنيا لا تزال فيها خير، وسوف يعود عيسى بن مريم ويعود معه المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. نعم أنا أؤمن بأن الأديان فيها عوامل متناظرة، يعني عوامل ديناميكية وعوامل متشابهة، عوامل متغيرة. أما التشابه فهو الاثنى عشرية، عيسى بن مريم كان معه حواريون 12، وموسى بن عمران كان معه 12 من قبائل إسرائيل، ومحمد كان معه 12. شكرا فضيلة الشيخ، ثلاث دقائق انتهي. هروح مع الأخ كريشن كمان مرة، أعطي لك ثلاث دقائق عشان ترد على الشيخ هشام. تفضل. الغريب أنه اتهمني بالصهيونية وأنا حتى لم أدافع عن إسرائيل. كلما سألته كيف تقول أنك كيف تهاجم أمريكا وتدافع عن إيران ونحن ليس لنا علاقة أصلا بالموضوع بإيران، هو من تكلم عن إيران،
نحن نتكلم عن القرآن وإذ به يقفز إلى إيران ثم تقول أنكم دين سلام، أليست الآية في القرآن كتقول ولا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، بمعنى أنكم لا تقبلون السلم طالما أنكم أقوياء، ولكن طالما أنكم أذلة فتأتون إلى السلم. هذا هي التقية، أنتم شعب كاذب ومنافق ولا تقول الحقيقة كما هي، وتقول أننا نحن نحاول أن نفرق بين الناس. أنا أعطيتك آية من القرآن تقول أن الله ينشر العداوة والبغضاء بين النصارى، لم ترد عليها. هل هذا يعني أن ربك عميل؟ هل هو عميل للصهيونية؟ أليس إلهك من قال أني سوف أنشر العداوة والبغضاء بين النصارى؟ ليس لك رد عليها. سألتك عن الخميني الذي أحل الاستمتاع بالرضيع، ليس لك رد عليها. أنت تخرج عن الموضوع لأنه ليس لك رد. وبالتالي أنا أسألك للمرة الأخيرة، لماذا لا تجيب؟ الخميني قال أنه يجوز أن يستمتع المسلم بالرضيع، هل هذا هو الإسلام؟ أتحداك أن ترد، وسوف يعطيك المايك ولن ترد ولو حتى بعد 20 سنة، وكل ما سوف تقوله أنت صهيوني. لما تكلم حتى عن إسرائيل بكلمة، أنت من تكلم عن إسرائيل. ثم تعال هنا، أليس إلهك من قال بأنه فضل إسرائيل على العالمين؟ أليس هو الذي قالهم في سورة المائدة الآية 21 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أنها أرض كتبها الله لليهود. ثم تسألني لماذا هي إسرائيل موجودة؟ اسأل ربك الذي أشاع هذه الحرب، وهو الذي أعطاهم هذه الأرض، وهو الذي نشر الرعب بين الناس، وهو الآن سبب الحرب بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين. ولست أنا من قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذا إلهك، اسأله هل كان هذا الإله أحمق حينما قال هذه الأرض هي أرض إسرائيل؟ هذا ليس إنجيلا، بل هذا قرآن يقول هذا الكلام. فلا تتكلم عن إسرائيل إن كنت لا تستطيع أن تواجه في هذا الموضوع. وأنا أعيد إليك الكرة، أتحداك أن تدين الخميني الذي قال ويجيز الاستمتاع بالرضيع والتفخيذ لها، وأتحداك أن تقسم بربك ويجوز لك أن تكذب بالقسم وتعلم أنت هذا، لأنك لا تستطيع أن تكذب على الناس، فالناس سوف يذهبون إلى الإنترنت وسوف يحثون في اليوتيوب عن شتم عائشة من قبل الشيعة. أنت تقول نحن لا نشتم عائشة، بل أنك قلت عائشة رضي الله عنها. منذ متى القرآن؟ شكرا أخ كريشن، وقتك قد انتهى. سأعطي الشيخ مرة أخرى الفرصة لثلاث دقائق أخرى للرد. تفضل فضيلة الشيخ. إن شاء الله. أولا هنالك آراء عند المراجع، ولكن حديثنا هو ليس عن السيد الخميني رحمة الله عليه. عشان هيك أنا قلت خرجنا عن الموضوع. أنا دا أصلح، بس مهلني حديثنا عن الرسول محمد. أيوة. لذلك إن هذا الصهيوني يريد أن يفتح مجالا بين الشيعة والسنة، هو الذي يدافع عن عائشة رضوان الله عليها، هو يريد يفتح الحرب بين الشيعة والسنة، هذا صاحبك الصهيوني. لكن أنا أرجع وألقي الكرة في ساحتك، لأنك أنت مدافع عن الصهيونية. أعطيني التليفون لو سمحت إذا كان التليفون جاهز. alright، نأسف للانقطاع الآخر. النهاردة عندنا يعني الوضع غير، الإلكترونيات غير مستقرة اليوم، الإنترنت طبعا مش في ما نقدر نتحكم في يعني الإرسال تبع الإنترنت، فمرات بيجي ومرات بيروح. لكن خلينا نوقف الساعة تبعت الإيقاف لو مرة أخرى. طيب غير ساعة الإيقاف، حطها لو سمحت على 2:30 كمان. طيب تفضل فضيلة الشيخ. هلو. أيوة تفضل. هلو. أنت مع التليفون هلا. طيب تفضل. طيب أنا أرجع وأقول ما أعرف ليش بس أجيب اسم إسرائيل هذا التليفون ينقطع أو الكمبيوتر تنقطع. طيب نرجع إلى الحديث. يا أخي أريد أن أبشرك بأن الله تعالى قال عن بني إسرائيل فضلنا بني إسرائيل على العالم حينما كانوا يتبعون موسى بن عمران ويتبعون أنبياءهم، ولكن حينما راحوا يقتلون الأنبياء غضب الله عليهم فأصبحوا من المغضوب عليهم. وأما المسيحيين أحبائنا وأعزائنا الذين راحوا يؤلهون الإنسان
فظلوا عن الطريق. هذا ما نراه في معتقدنا، ولكن هم أهل كتاب، ولكن هم من الأديان السماوية المحترمة. على كل حال شيخ شيخ هشام، موضوع ألوهية المسيح هذا موضوع ممكن نناقشه لحاله، موضوع في حلقة أخرى. لكن ما هو صاحبك هذا الذي ده يفتح المواضيع ويدافع عن عن عائشة ويهاجم الخميني، هذا صاحبك يا حبيبي يا أخي. على كل حال دعني أكمل لأن هذا وقتي ده يضيع. طيب، أن أبشرك أن الله دافع عن بني إسرائيل حينما كانوا في استقامة، ولكن أبشرك ببشارة في القرآن قالها الله تعالى: وإذا جاء وعد أخراها هنالك كرة أخرى، لأن الصهاينة هم ظلم الآن وهم يقتلون الأبرياء في فلسطين، والعملاء من أمثالك يدافعون عنهم وعن جرائمهم. لذلك أقول لك أن القرآن يبشرنا بعودة المسلمين إلى القدس، وقريب وإن شاء الله سوف يطرد من أمثالك الصهاينة من القدس الشريفة التي دنسها الصهاينة من أمثالك والأعوان إسرائيل من أمثالك. فأبشرك ببشارة بشرنا بها رسول الله محمد من عند الله تعالى في القرآن الكريم: سوف يأتي اليوم القريب الذي يدخل فيه المؤمنون إلى القدس ويطردوا من أمثالك، ويرجع التعايش بين المسلمين وبين المسيحيين. شكرا فضيلة الشيخ، الوقت انتهى. ياريت خليك معي على التليفون وعلى السكايب، عشان إذا انقطع السكايب نروح على التليفون. إذا يعني خليك على التنتين مع بعض. قطع فقط حينما أجيب اسم إسرائيل فقط. خليك معي على التليفون عشان إذا انقطع السكايب نروح على التليفون مباشرة من غير تعطيل. شكرا. أخ كريشن تفضل، معك ثلاث دقائق. المسلمين لديهم عقدة وهي إسرائيل، فهناك حديث يقول عن محمد أنه لولا بني إسرائيل لما فسد اللحم، يعني حتى البراد نحن نستخدمه اليوم بسبب الإسرائيليين. ثانيا، هو الذي فتح موضوع إسرائيل وليس أنا، وهو الذي فتح موضوع عائشة وليس أنا، وهو الذي تكلم عن السلام والإرهاب أنا سألته أسئلة واضحة ولم يجيب، وحتى الآن لم يستطيع أن يجيب. أنا سألته ببساطة: يا رجل، إلهك يقول أنه سوف ينشر العداوة والبغضاء بين المسيحيين، أين الرد؟ ليس هناك رد من أول الحلقة. يا رجل، أنت تقول الآن بأنكم سوف تقتلون اليهود وسوف تقتلون الإسرائيليين وسوف تنتصرون عليهم وسوف تطردونهم، وفي بداية الحلقة قلت لنا أن الإسلام ينشر السلام. فألم يعني أنت تناقض نفسك بنفسك وتكشف عن, 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 عن وجهك الحقيقي. التقية لن تنفعك. المسلمين الشيعة يمارسون التقية في كل شيء، حتى في اللبن الذي يشربوه. هم شعب تمرس في الكذب وعاش على الكذب ويموت على الكذب، وهو يقول لك أنهم هم من يمدحون عائشة وهم يلعنون عائشة ليل نهار، وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم يقول لك رضي الله عنها. يعني بأي آلاء ربكما تكذبان يا أهل الشيعة؟ وأنا لست من أفرق بين الشيعة والسنة، أنتم تكرهون بعضكم البعض، أنا أعطي لك وقائع ولا أصطنع وقائع، هي موجودة. أنتم قتلتم بعضكم البعض، وليس المسيحيين أو اليهود من أوقعوا بينكم، فلماذا ترمي كل أشراركم على اليهود أو على المسيحيين؟ ثم سألتك أنا سؤال بسيط، أنت تقول أن في القرآن معجزات، أنا أتحداك أن تجيب ببساطة: من خلق الله أولا، الشجرة أم النجوم؟ سؤال بسيط، إذا ما سألناه لطفل في السادسة من العمر سوف يجيب، وسوف يرى الجميع أن الشيخ الحسيني مع كل علمه الذي هو غير معلوم ومع كل جهله الذي هو معلوم لن يجيب. من خلق الله أولا، الشجر أم النجوم؟ وأنا أعطي ما تبقى من وقتي لهذا الشيخ الفضيل لكي يجيب، ولن أتهمك بأن تكون صهيونيا لأنك لا تحلم. شكرا. تلفونات أعزائي المشاهدين، تلفونات لازم تكون موجهة لموضوع الحلقة. المكالمة التلفونية اللي راح تكون مش موجهة لموضوع الحلقة راح ألغيها.